السلام عليكم، وياكم دكتور أزهر علي حداد، طبيب أسنان من بغداد ومدير عيادات دكتور أزهر حداد لطب وتجميل الأسنان. منذ مدة أنا وكادر أطباء العيادة نبحث عن حل لعلاج مرضانا أعزائنا اللي يعانون من مشاكل الرهاب والقلق والخوف من طبيب الأسنان، فلهذا ارتئينا أنه إحنا لازم نضيف إلى عيادتنا جهاز غاز الضحك، جهاز النيتروز أوكسايد، ووقع اختيارنا على أفضل شركة في العالم لإنتاج هذه الأجهزة وهي شركة باركر الأمريكية، وبالتعاون مع مكتب الشرع جهزنا عيادتنا بهذا الجهاز، جهاز رائع جدا، إلى جانب أنه يوفر لك جو هادئ من المعالجة، يوفر للمريض معالجة بدون ألم وقلق وخوف، أيضا ما بي أي آثار جانبية لمرضى الضغط والسكر وأصحاب الأمراض المزمنة. جهاز رائع، والحمد لله الحمد لله، شكرا لمكتب الشرع حقق هذا الطموح وأضفنا هذا الجهاز الرائع والممتاز إلى عيادتنا، وكانت النتائج مذهلة حسب رأيي والمعطيات اللي أخذناها من مرضانا ومن أطبائنا. شكرا لهم.